كوها واجمة. طيب شوف هنمشي ازاي دلوقتي ان شاء الله. وعموما الموضوع بتاعنا ظريف، وخصوصا ان انتوا اوريدي عملتوا الطيارة يوم الثلاثة اللي فات، وشفتوا تأثير مكان السي جي، وشفتوا قد ايه المسألة على قد ما هي فيها approximations كتيرة، على قد ما هي محتاجة برضو دقة في الشغل. وشفتوا برضو حاجة مهمة جدا، ان في طيارات حلوة صارت لانها مثلا تقيلة، وطيارات تانية حلوة صارت لانها خفيفة. وكل واحد فيكم كان عايز مهندس سامي يرمي بطريقة مختلفة عن التاني، لان انتوا جربتوا طرق مختلفة لقيتوا الرمية دي احسن من الرمية دي، مش كده؟ وكل ده المفروض اللي ممكن يدرسوا اكتر وممكن يستوعبوا اكتر الناس بتوع الفلايت ميكانيك. اوكي، اللي احنا هنا بنبص على حتة من اللي هم ممكن يشتغلوا فيه، خلاص. وان شاء الله زي ما قلت لكم اللي فيكم يحب يتخصص AE هياخد الكورس فلايت ميكانيكس بالكامل، وستيل هيبقى كورس مش تبقى متخصص، لكن هتبقى عرفت شوية. واللي عايز يتخصص بقى ايه، مفيش نهاية للمعرفة يعني مهما حاولنا. طيب خلينا احنا المرة اللي فاتت نفتكر اهم حاجة اتفقنا عليها، وهي ان احنا محتاجين مومنت تتغير بشكل معاكس للانجلو باتاك. فاكرين دي؟ دي كانت اهم كونكلوجن في المحاضرة اللي فاتت، ان انت لما الانجلو باتاك يزيد يعمل لك نيجاتيف مومنت، لما الانجلو باتاك تقل يعمل لك بوزيتيف مومنت. خلاص هنشوف ان شاء الله ما بين النهاردة وما بين يوم الثلاث، هنشوف كمان ازاي المعادلات دي بقى ممكن تكتب، وده هيخلينا نحط السنتر اوف ماس بتاع الطيارة فين، اوكي، علشان يظبط لنا الموضوع ده ويخلينا الطيارة ستيبل. اوكي طيب قبل ما نخش على الحتة بتاعت المومنت، انا بحب اسخن كده بالحتة بتاعت الليفت. اوكي تعالوا نرسم الطيارة بتاعتنا تاني. وناخد reference line أي مكان reference line ده. وناخد انا خلوني معلش ايه الف الوينج شوية عشان تبان الزاوية بتاعته، وناخد الانسيدنس انجل بتاعت الوينج اي وينج، وزيها في زيها ان في انسيدنس انجل، مش زيها ان هي نفس الزاوية يعني. ناخد ايه الاي تي، دلوقتي عايزين نحسب الليفت بتاع الطيارة دي. اوكي فهنقول والله الليفت بتاع الطيارة هيساوي الليفت بتاع الوينج زائد الليفت بتاع التيل زائد الليفت بتاع بقية الاجزاء، وهنقول البادي، وده اكشلي زيت practically zero. خلاص وان كنا احنا ما مش هننساه لو جينا نشتغل مثلا في طيارة كليفتنج بادي، وشوفنا اكزامبل لطيارة ليفتنج بادي، وشوفنا ربنا خلق طيور بتطير بالليفتنج بادي، مش كده؟ فساعتها actually الوينج ليفت هو اللي ممكن اهمله، بينما البادي ليفت ما اقدرش اهمله، مش كده؟ لكن احنا دلوقتي هنتكلم على ايه classical design of aircraft. خلاص طيب عشان نيجي نشوف الليفت بتاع الوينج، هنقول والله الليفت بتاع الوينج عبارة عن نص رو يو سكويرد اس سي ال وينج.
غريبة علينا دي؟ مش غريب، مش كده؟ هنا يجي سؤال مهم جدا، الاس بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هنقول والله الاس هي الاريا بتاعت الوينج، وده برضو كان متوقع، ما هوش مفاجأة بالنسبة لينا خالص، مش كده؟ يبقى فاضل بس سي ال وينج دي هتتقاس ازاي؟ لو تفتكروا ان السي ال كان عبارة عن سي ال نوت زائد سي ال الفا في الفا. ايه المعادلة دي؟ ممكن تكونوا نسيتوها او ما شفتوهاش خالص، بس المعادلة بسيطة بتقول ان دي معادلة خط مستقيم جاية من العلاقة بتاعة الليفت كيرف مع الانجل اوف اتاك، مش كده؟ اللي هي موستلي لينير. سي ال نوت ده هو الليفت عند زيرو انجل، صح؟ زيرو انجل اوف اتاك، و سي ال الفا ده السلوك بتاع اللاين، وبالتالي الفا هي الانجل اوف اتاك بتاعت الوينج. لما تيجي تبص على الطيارة، الانجل اوف اتاك بتاعت الوينج بتساوي ايه؟ بتساوي الانسيدنس بتاع الوينج زائد الالفا بتاعت الطيارة، الانجل اوف اتاك بتاعت السيستم بتاعنا او الريفرنس لاين، واخد انجل اوف اتاك قد ايه على الفلايت دايركشن، مش كده؟ طبعا ممكن الانجل اوف اتاك بتاعت الريفرنس لاين تبقى نيجاتيف واي وينج تبقى بوزيتيف، ويبقى الريزلتنت بتاعهم بوزيتيف او نيجاتيف، بس نوت ذا ايشو. احنا لما بنيجي نكتب معادلاتنا بنحط معادلاتنا على انه كل شيء بوزيتيف، وبعد كده المفروض ان الاشارات بتظبط نفسها لو المعادلات مكتوبه صح، مش كده؟ يبقى انا بالتالي لما هاجي اشوف ايه الانجل اوف اتاك بتاعت الوينج، هقوم واخدها وحاططها هنا على ان هي بتساوي في الحاله دي سوري سي ال نوت وينج زائد سي ال الفا وينج تايمز الفا وينج، اللي هي ايه؟ خلينا نكتبها دلوقتي الفا وينج عشان نسهل بس اللخبطه. والسبسكريبت وينج سبسكريبت دبليو فور ذا وينج، خلاص؟ طيب تعال نجيب ال ليفت بتاع التيل. ال تيل بيساوي نص رو في انفينيتي سكوير اس سي ال تيل، جزء ده وتسايب. بس بقى في شويه تريكي، التيل شويه تريكي. ليه بقى؟ اولا في ادعاء ان بعد ما الهواء بيعدي على الوينج بيبطئ شويه، الجناح بيفرمله شويه، فعلى ما يوصل للتيل السرعة اللي شايفها التيل بتبقى أقل شوية من السرعة اللي شايفها السيستم ككل. أوكي؟ ده أول ادعاء وأنا هتجاهله دلوقتي، مش هنتجاهله قدام لما ناخد كورس الفلايت ميكانكس، لكن فور ناو أنا هقول لك إن سرعة التيل هي سرعة الجناح. تاني حاجة، الاريا دي المفروض الاريا بتاعت التيل نفسه، مش كده؟ فور ناو اوكي. يفضل عندنا السي ال تيل، سي ال تيل هتفولو نفس المعادله دي، مش كده؟ عباره عن سي ال نود زائد سي ال الفا في الفا. هو سؤال ايه الفا، مش كده؟ فهنكتب ايه الفا تيل عبارة عن ها هتبقى الفا بتاعت السيستم ها
زائد اي تيل. حلوه دي. نعم دي بقى ما تقدرش تتجاهلها. سمعت هو ليه الداون ووش التيل جنرالي بدم ورا اجين؟ ممكن تأثير يبقى كبير ممكن يبقى تأثير قليل، لكن بدم التيل ورا الجناح وعادة جوه الزون بتاع الجناح يبقى شايف الهواء عامل ازاي، نزل لتحت شوية مش كده، نزل لتحت شوية بسبب الداون ووش. دي بتفرق في الانجل وفتاك بتاعت التيل. اه دي بتفرق بقى في الانجل وفتاك بتاعت التيل. اوكي يوجوالي بنسميها ابسلون. ماينس لان هي لتحت. نعم اه ماشي، بس دي احنا عارفين انها لتحت، بس احنا عارفين ان الهواء نازل وبالتالي الانجل وفتاك بتقل، فبنحطها بالإشارة السالب. هنا انت افترضت ان ابسلون بوزيتيف، ابسلون هي اللي افترضتها بوزيتيف وبالتالي تأثيرها لازم يبقى نيجاتيف مش كده؟ طيب تاني حاجة ودي هنعملها بس من باب التبسيط، ان احنا هنقول ان التيل يوجوالي بيبقى سيمتريك. اوكي ده من باب التبسيط مش اكتر. معايا؟ احنا قلنا على السيمتريك اير فويل، لو تفتكروا السيمتريك اير فويل اللي هي السيرفس الفوقاني زي السيرفس التحتاني بالظبط، مرايه على كورد لاين مش كده. دي ليها ميزتين. الميزه الاولانيه او يعني هي مش ميزه ولا عيب بس يعني كاركترستيك خلاص، اولا ان السي ال نوت بصفر، ثانيا ان السي ام بتاعتها بصفر ما بتعملش مومنت. اوكي وتقدر تبص في الداتا اللي عندك بتاعت الايرفويلز هتلاقي ان كل الايرفويلز السيمتريك بتطلع زيرو مومنت. اوكي طيب يبقى انا هنا اقدر اقول ان ال ال تيل عباره عن نص رو في سكوير اس في سي ال تيل اللي هي سي ال الفا تيل في الفا تيل. فين السي ال نوت؟ قلت لك هنعتبرها بصفر، هناخد التيل سيمتريك. طب ليه ما خدناش الوينج سيمتريك؟ خده سيمتريك. اوكي مش مشكله ابدا انك تاخده سيمتريك. از ماتر اوف فاكت لو تفتكروا المره اللي فاتت لما قعدنا نتخانق شويه وقلت لكم حاضر هعمل لكم زي ما انتم عايزين، لما قلنا ناخد الريفرنس لاين بتاعنا من الزيرو ليفت لاين. اوكي لما تاخد الزيرو الليفت من الزيرو ليفت لاين سي ال نوت بتاعتك بتبقى بتتشال، ما بيبقاش فيه سي ال كما لو كنت شفت الكيرف ده كده. اوكي وبالتالي كل السي ال نوت كانت هتطير. اللي فيكم وصل للنوت اللي على ام اي تي ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي حاطين النوتس بتاعت الفلايت ميكانكس كورس هناك، هتلاقي الريفرنس بتاعهم واخدين في الوينج وفي التيل اننا بناخد من الزيرو ليفت لاين ومرايح دماغ فاير سي ال نوت خالص.